نحمد الله تشجعنا عوايدنا يوم نمشي على تاريخ الأجداد. سيرة العز توجيها ترايدنا قايد المملكة لدروب الأمجاد. الأمن والرخاء والخير سايدنا والسعد للمواطن دائم ينادي. في ذرى خادم البتين قايدنا ارفع راية التوحيد يا بلادي. الأمن والرخاء والخير سايدنا والسعد للمواطن دائم ينادي. في ذرى خادم البتين قايدنا ارفع ولا شيء راسخ في عقائدنا ما يغير ولا أنا كل حساد. وإن بغينا العلماء هو بكائدنا عندنا للشموخ أهداف وبعاد. ولا شيء راسخ في عقائدنا ما يغير ولا أنا كل حساد. وإن بغينا العلماء هو بكائدنا عندنا شموخ أهداف وبعاد. الله تشجعنا عوايدنا يوم نمشي على تاريخ الأجداد. من غلا دارنا تحلى فرايدنا وانت غنى بها في كل ميعاد. أرضنا الغالية تزهى قصايدنا في هواها عبير الورد والكاد. وانت غنى بها في كل ميعاد. أرضنا الغالية تزهى قصايدنا في هواها عبير الورد والكاد. الله تشجعنا عوايدنا يوم نمشي على تاريخ الأجداد. نحمد الله تشجعنا عوايدنا يوم نمشي على تاريخ الأجداد. سيرة العز توجيها ترايدنا قايد المملكة لدروب الأمجاد. الأمن والرخاء والخير سايدنا والسعد للمواطن دائم ينادي. في ذرى خادم البتين قايدنا ارفع راية التوحيد يا بلادي. الأمن والرخاء والخير سايدنا والسعد للمواطن دائم ينادي. في ذرى خادم البتين قايدنا ارفع راية التوحيد يا بلادي. ولا شيء راسخ في عقائدنا ما يغير ولا أنا كل حساد. وإن بغينا العلماء هو بكائدنا عندنا للشموخ أهداف وبعاد. ولا شيء راسخ في عقائدنا ما يغير ولا أنا كل حساد. وإن بغينا العلماء هو بكائدنا عندنا للشموخ أهداف وبعاد. الله تشجعنا عوايدنا يوم نمشي على تاريخ الأجداد. من غلا دارنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في هذه المناسبة السعيدة وفي هذه الأمسية المباركة التي جمعت عدداً من الأحبة الذين يجمعهم التآخي والمحبة والتآلف فيما بينهم. فأهلاً وسهلاً بالجميع بمناسبة حفل اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل
وبمناسبة تعيين رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله النشار وأعضاء اللجنة ورؤساء المراكز، فأهلاً وسهلاً بالجميع، جميع من حضر أهلاً وسهلاً. ترحيب خاص بالشيخ خالد بن سالم الصباح من دولة الكويت، الرئيس الفخري للنادي الأولمبي بالكويت، وكذلك الأستاذ علي الداهوم الرئيس الفخري أيضاً، ورئيس النادي الأولمبي الأستاذ زبن الأدلم، وكذلك نرحب بهواة الحمام الزاجل من دولة البحرين، مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بالجميع، جميع أبناء هذا الوطن الذين يسودهم الحب والوفاء فيما بينهم، أبناء الوطن الخليجي، أهلاً وسهلاً بكم في هذه المناسبة السعيدة وفي رياض المجد عاصمة المملكة العربية السعودية. نسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الخليجي في ظل قياداتنا الرشيدة، قيادات هذا الوطن المعطاء، وطن الحب والوفاء، ونسأل الله أن يرد كيد الكائدين للوطن الخليجي الذين يصطادون علينا الفرص، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحمى أوطاننا من كل سوء ومكروه. ضيوفنا الكرام، هناك برنامج أعد لهذه المناسبة سيشارك فيه عدد من الكلمات، ولكن خير بداية لكل بداية القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم. نستمع للأستاذ عبد العزيز المطرودي عضو مركز القصيم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ضيوفنا الكرام جميعا، فأهلا وسهلا بالجميع، وشكرا للجميع على تشريفكم لهذه الدعوة وحضور هذه المناسبة. ولا يستغرب عليكم الوفاء، أبناء هذا الوطن المعطاء الذين يسودهم الحب والوفاء والتواصل فيما بينهم، فأهلا وسهلا بالجميع. وترحيب خاص بالأستاذ علي الميع مدير نقطة الشهيد بدولة الكويت وصحبه الكرام، كما نرحب بالأستاذ خليفة الكعبي رئيس اللجنة البحرينية للحمام الزاجل، فأهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بالجميع. ضيوفنا الكرام، نبدأ بالكلمات. هناك كلمة للمشرف على هذا الحفل الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن الخمشي العنزي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سعادة رئيس اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل، الإخوة أعضاء مجلس إدارة اللجنة السعودية للحمام الزاجل، أشقاءنا الحضور من دولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تشرفنا بحضوركم جميعاً لهذا الملتقى الخاص برياضة سباقات الحمام الزاجل، والذي لم يكن لينعقد إلا بتوفيق من الله عز وجل، ثم بدعم أولي الأمر في هذا البلد المعطاء، والذي يولي شبابه جل اهتمامه في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي، ونختص هنا رياضة الحمام الزاجل، والذي لاقت الدعم من قبل المسؤولين منذ نشأتها وتأسيسها على يد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن عبد الله الفيصل يحفظه الله، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد رحمه الله وطيب الله ثراه، وصولاً لهذا الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة وحتى تاريخنا هذا. كما نخص بالشكر معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس اللجنة العامة للرياضة، وسمو نائب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حفظه الله، وذلك لدعمهم لرياضة الحمام الزاجل. وهذا الأمر ليس بمستغرب من مسؤولي وطننا المعطاء. أخيراً، أتقدم لجميع الحضور بالشكر والتقدير على مشاركتهم لهذا الحفل، متمنين للجميع دوام التوفيق. كما نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ عبد الله النشار رئيس اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل، والإخوة أعضاء اللجنة وجميع منسوبيها وجميع من شارك في إقامة هذا الحفل من أعضاء مراكز تدريب الحمام الزاجل بالمملكة العربية السعودية. كلمة للأستاذ عبد الله النشار رئيس اللجنة السعودية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. أبو وائل الأستاذ عبد الرحمن ما شاء الله ألقى كلمة إضافية. أنا يمكن أختصر الكلام، فقط أشكر الجميع على الحضور، أشكر الجميع على المشاركة في هذا الحفل الرائع الجميل، أشكر الإخوان من دول الخليج، أخص الإخوان في الكويت، الإخوان في مملكة البحرين، الإخوان في جمهورية مصر العربية، والإخوان في جميع مناطق المملكة العربية السعودية اللي كلفوا أنفسهم وحضروا هذا الاجتماع الطيب. اللجنة السعودية مرت بمراحل كثيرة، سميت اتحاد أول ما أنشئت، أو لجنة للأسف، ثم سميت اتحاد، ثم عادت مرة أخرى إلى لجنة. طلب مني رئاسة اللجنة، وكنت أعرف أن في صعوبات كبيرة تواجهها، لكن الصعاب اللي كانت موجودة في اللجنة كنت أعرف أن لي زملاء في الساحة سيقفون معي، وسنضع بإذن الله الحلول المناسبة اللي إن شاء الله تسهل لنا جميع الأمور العالقة وأيضاً الأمور المستقبلية. ما أخفي عليكم أني أنا واجهت في بداية العمل صعوبات كثيرة جداً، أغلبها كانت تنظيمية، جزء كبير منها أيضاً كان نواحي مالية. فعملت أنا وفريق عمل رائع جداً اللي هو مجلس الإدارة، وكان عملنا عبارة عن ورش أكثر ما تكون ورش عمل، نتناقش فيها عن مشاكل موجودة، عن تنظيم مستقبلي، عن رؤية تخدم الهواية.
أيضا أنا وضعت نفسي كشخص فرد داخل هالمجموعة، بحيث أن دائما قراراتنا في النهاية تعتمد على الأغلبية، على تصويت الأغلبية، يعني اعتمدنا على شفافية ووضوح، وأيضا حاولنا ننقل هالشفافية والوضوح أيضا للمراكز، لإداراتها، حتى لأعضائها، وحرصنا دائما أن تكون القرارات تكون من القاعدة وتصعد للأعلى، يعني ما يكون دائما القرار من الأعلى وينزل إلى القاعدة، لا، عكسنا الوضع وقلنا لا، دائما قراراتنا يجب أنها تبدأ من القاعدة. لذلك وضعنا أول ما بدأنا يعني انتخبنا مجالس وعملنا انتخابات وتصويت، بحيث أنه يكون صوت الهاوي هو الأساس في الموضوع. انتقلنا بعد هذا إلى أيضا جداول السبقات، وقلنا أيضا اللجنة لن تتدخل السنة هذه، واعتمدنا جميع الجداول، بحيث أن يعني أحيانا ترى يعني، وهذا شيء يعني يمكن ملموس عند بعض، أحيانا نظرة الإنسان ولو أنه يعتقد في نفسه أنه ضليع في هالأمر ويعرف تماما أكثر من غيره، لكن بعض الجزئيات البسيطة تكون عند الآخرين وأنت ما تدركها. لذلك قلنا الآن نترك المجال للناس، يجوز في أخطاء إحنا نشوفها الآن، لكن يمكنها هالجزئيات البسيطة اللي أنا قلتها إنها هي الصواب، ونستفيد في المستقبل سواء بالإنجاز الصحيح اللي حصل أو بالأخطاء اللي حصلت، وتصير إحنا نستفيد منها كدرس مستقبلي ما نكررها. وعملنا على هالأساس، عملنا جروب خاص بجميع أعضاء المراكز، أقصد أعضاء مجلس الإدارة، مجلس إدارة كل مركز بالكامل مع أعضاء مجلس اللجنة، بحيث أيضا إحنا نتناقش دائما في أي أمر ونستفيد من خبرات الجميع، وفي النهاية لما يصدر قرار يكون قرار من الأغلبية وليس قرار فقط من اللجنة أو من رئيس اللجنة. كل هالأشياء أنا أعتقد في قرارة نفسي جازما بأنها بتطور الأمور، وأن حنا إن شاء الله في المستقبل بنحصد نتاج هالعمل. واللي أنا أشوفه الآن من حماس الآخرين ومن حماس الزملاء ومن حماس الهواة بالكامل، أنه إن شاء الله بنحقق شيء، يعني يكفي حماس الناس ويكفي أنهم حسوا بمشاركتهم أنهم جزء من صنع القرار. أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني ما أحاول أن أطيل عليكم، أنا لو تركتوا لي المجال يمكن أستمر إلى الصبح وأنا متعود على هالشيء، لذلك بحاول أن أختصر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأشكركم شكر خالص أولا على حضوركم، يعني حضوركم المناسبة، أشكر الأخوان اللي يعني تجشموا عناء السفر وجونا من بعيد، من دول الخليج، من بقية مناطق المملكة، وشاركونا في هالمناسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، وأشكرهم من أعماق قلبي، وإن شاء الله مستقبلنا في هاللواية جميل. شكرا لكم. الله يعطيك العافية. شكرا للأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن النزي على كلمته الوافية، وشكرا للأستاذ عبد الله النشار على هذه الكلمة الطيبة، وشكرا لكل الحضور. هناك ترحيب خاص من اللجنة بالأستاذ بدر الحسيان مدير نقطة الكويت وصاحبي الكرام، والترحيب بالجميع، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا للجميع، كل من حضر وشرف. ولا يستغرب الوفاء من أهل الوفاء، فأنتم أهل للوفاء، فيا هلا ويا مرحبا بالجميع، حياكم الله. وحنا حقيقة في قناة الساحة تشرفنا الليلة في تسجيل هالحفل، وإن شاء الله تشاهدون على قناة الساحة الفضائية عن قريب إن شاء الله. والله يحيي الجميع، واسمحوا لي أن أدعو سعادة الشيخ خالد بن سالم الصباح لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. الله يسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عن جميع هواة الزاجل في دولة الكويت، نبارك لأخونا السيد عبد الله النشار وأعضاء مجلس الإدارة على المناصب الجديدة، وعسى أن يكون هذه المناصب فال خير على الهواية والهواة في جميع أقطاب الدول العربية، كما نتمنى أن تكون جمعتنا هذه بداية خير الاجتماعات مستقبلية تصب في صالح الهواية والهواة. واقتراحي بأن نكون اتحاد دولة مجلس التعاون الحمام الزاجل أسوةً بالـ FCI، يسهل علينا جميع الاستيرادات من العالم بشأن الأعلاف والمستلزمات الزاجل من جميع الحجول وساعات إلكترونية، لجعل الشركات تعمل حسابها لكميات كبيرة من الهواة وبأسعار مقبولة، ولنكن قوة شرائية يحسب لها حساب من قبل الشركات. بارك الله لكم وجعلكم ذخراً لهذه الهواية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة الشيخ خالد على هذه الكلمة الطيبة وعلى هذا الاقتراح الطيب، والله يعطيك العافية. شكراً لك وشكراً لكل الحضور، الله يحييكم جميعاً. الكلمة الآن للأستاذ محمد السيسي من جمهورية مصر العربية، أهلاً وسهلاً بمصر ورجال مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة رئيس اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل عبد الله بن محمد النشار المحترم، الأخوة حضور حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالإطالة عن نفسي ونيابة عن هواة جمهورية مصر العربية المقيمين في المملكة العربية السعودية، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل على مجهوداتها الضخمة في نشر الهواية وتذليل العقوبات أمام الهواة جميعاً بلا استثناء، وفتح باب المشاركات للجميع في سباقات المملكة وفي سباقات النقطة الواحدة، مما يعمق من مشاعر الإخوة والصداقة ويسهم في تقدم ورفعة الهواية. وفي ختام كلمتي، أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والتقدم. شكراً للأستاذ محمد السيسي، الله يعطيك العافية والله يحييك في وطنك الثاني الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية رياض المجد، أهلاً وسهلاً بك والجميع. الكلمة الآن للأستاذ علي الميع من دولة الكويت، أهلاً وسهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الله النجار رئيس اللجنة السعودية لسباق حمام الزاجل ورؤساء الأندية، إخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن رئيس الاتحاد الكويتي لسباق حمام الزاجل السيد عدنان الكليب، أنوب عنا في هذا الحضور وبارك لإخواني وعلى رأسهم السيد عبد الله النجار على التعيين الجديد للجنة السعودية لسباق حمام الزاجل، ونيابة عن جميع متسابقين الاتحاد الكويتي لسباق حمام الزاجل، نقول لكم مبروك على هذا المنصب الجديد، ونبارك لجميع رؤساء الأندية في المملكة العربية السعودية، ونبشر جميع إخواني الهواة في الخليج العربي بأن هناك في دولة الكويت الحمد لله تم إشهار نادي الحمام والطيور برئاسة السيد محمد الحمد، ونحن تحت مظلة هذا النادي حيث كنا أكثر من 25 سنة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية، واليوم الحمد لله تم إشهار هذا النادي، وكنا غير رسميين بالماضي، واليوم نبلغكم بأن دولة الكويت
هناك نادي مسمى نادي الحمام والطيور برئاسة السيد محمد الحمد، ونحن تحت مظلة هذا النادي، وهناك أكثر من نادي في دولة الكويت، وتم تحويل أسماء هذه الأندية لأن لا يصادف نادي في نادي، فالنادي الحمام والطيور تحت لجان، والاتحاد الكويتي تم تغيير اسمه إلى لجنة الاتحاد، والأندية الأخرى تم تغيير أسمائها إلى لجان. ونبلغكم ونقول مبروك على المنصب الجديد لأخوي عبد الله النجار، وتستاهل، والله يبارك فيكم إن شاء الله، ونكون على خط واحد في هذه الهواية، ويدنا بيدكم، ومشكورين وما قصرتوا على هذه الدعوة، والله يوفقكم. شكرا لك أستاذ علي المي، الله يعطيك العافية، وشكرا للجميع. ضيوفنا الكرام، الآن فقرة التكريم، هناك دروع تذكارية مقدمة من رؤساء المراكز لسعادة الأستاذ عبد الله النشار، يستاهل. الدرع الأول مقدم من رئيس مركز الرياض الأستاذ عبد الرحمن العنزي. يستاهل أبو محمد، ونبارك له، الله يحييك. ايضا درع من مركز جده يقدمه الاستاذ عبد العزيز الحسين او الحسن، عبد العزيز الحسن. ايضا درع مقدم من مركز الاحساء يقدمه الاستاذ عبد الله ناصر الخليل. درع مقدم من مركز القطيف يقدمه الأستاذ حسين أحمد حكيم. أبو محمد يستاهل، والتكريم لا يأتي إلا من الكرماء ومن يستحق التكريم. درع مقدم من مركز القصيم يقدمه الأستاذ عبد الله الدغيري. درع من مركز الدمام يقدمه الأستاذ سلمان العميري. درع مقدم من مركز مكة المكرمة يسلم الأستاذ أحمد مدني أو من ينوب عنه. الأستاذ سعود المصري. أيضا درع من مركز حفر الباطن يسلمها الأستاذ مرضي خليف الجميلي أو من ينوب عنه. حفر الباطن ناصر الجبرين يسلمه نيابة عنه. مركز حائل يسلمه الأستاذ حبيب الشهيل. نيابة عنه الأستاذ عيد مرزوق الشمري. الآن دروع مقدمة من رئيس اللجنة لرؤساء المراكز.
مركز الرياض الأستاذ عبد الرحمن العنزي. مركز جدة الأستاذ عبد العزيز الحسن. أستاذ عبد العزيز الحسن. مركز الأحساء سالم الشريد. مركز القطيف حسين أحمد حكيم. مركز القصيم عبد الله الدغيري. مركز الدمام سلمان العميري. مركز مكة المكرمة أحمد مدني. يستلمها نيابة عنها الأستاذ سعود المصري. مركز حفر الباطن مرضي خليف الجميلي. يستلمها نيابة عنها ناصر الجبريل. مركز حايل الأستاذ حبيب الشهيل. ينوب عنه عيد الشمل الأستاذ عيد الشمل. كفو بالجميع. أيضا هناك تكريم من رئيس اللجنة لكل من الأستاذ عبد الله البخيت. الأستاذ خالد حسن آل الشيخ عضو اللجنة. الأستاذ عبد الله الدغيري. الأستاذ عبد الله الدغيري عضو اللجنة. الأستاذ فيصل الأسلمي أمين عام اللجنة. الأستاذ سلمان العميري. درع مقدم من الشيخ خالد الصباح لأمين عام اللجنة. الله يعطيك العافية يا شيخ. يستاهل رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله النشار. شكرا للشيخ خالد. الأستاذ زبن الشراري مدير رابطة القريات. يستاهل. بيض الله وجهك، بيض الله وجهكم جميعا. هناك اهداء من النقطة الدولية بالقصيم للشيخ خالد بن سالم الصباح الرئيس الفخري للنادي الأولمبي بالكويت للحمام الزاجل. السيد عدنان الكليب رئيس النادي بالكويت الحمام الزاجل. السيد علي الميع مدير نقطة الشهيد بالكويت أستاذ علي الميع.
الأستاذ جاسم الكليب، الأستاذ عبد الرحمن العنزي رئيس مركز الرياض، الأستاذ محمد السيسي من جمهورية مصر العربية، الأستاذ منصور الغانم، هناك درع لمؤسسة جنى النسيم على توفيرها الأحلاف شركة مؤسسة. أحلاف فرس اللاقة، شكرا للجميع، شكرا لرؤساء المراكز، شكرا لمركز الرياض، شكرا لجميع رؤساء المراكز، جميع من حضر، وشكرا للحضور، وشكرا لكم انتم مشاهدين الكرام. الى ان نلتقي ان شاء الله في مناسبات سعيده، نقول لكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلى هامش هذا الحفل معي سعادة الشيخ خالد بن سالم الصباح رئيس النادي الأولمبي للحمام الزاجل بالكويت، الله يحييك. حييك الله، يسلمك، وما قصرتوا على اللقاء هذا اللي اتحتون لنا الفرصة ان نوصل هواية سباقات حمام الزاجل بالخليج كله، واللي افضل وهي الايجابيه فيها ان عرفتنا على جميع الخليج وهالوجوه الطيبه هذه. انت اقترحت عن الاتحاد وكذا، ايش الاقتراح هذا؟ ما ادري والله. نتمنى ان نوصل بالتطور الهوايه سباقه الحمام الزاجل ان نكون اتحاد لدول مجلس التعاون يختص بالسباق الحمام الزاجل لتطويره بجميع الخدمات حق جميع الهواة، وفي تطوير ونوصل فيها بأعلى المراكز. الله يعطيك العافية. كيف رأيت الحفل الليلة واجتماع الملتقى الليلة الحقيقة اللي جو من مختلف مناطق دول الخليج ومن مناطق المملكة؟ والله الشباب ما قصروا، وهذه اجتماعات أخوية ولا هي غريبة عليهم الجمعة هذه، ونتمنى أن سنويا يكررونها. وأنا بلغت الشباب أن نتمنى أن سنويا تصير الاجتماع هذه والحفل في دولة، نتمنى السنة الجاية بالكويت، كل الخليج لنهضة الهواية، وهذه هدفها اجتماعي قبل لا تصير هواية. ومعي أيضا الأستاذ زبن الأدلم رئيس النادي الأولمبي للحمام الزاجل في الكويت، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك، يسعدك عن هالحفل الليلة طال عمرك. والله حفل طيب، والصراحة مشكورين على استضافتكم لنا الحفل هنا والدعوة لنا، ونتمنى هذا الحفل انه يتكرر كذا مرة ومرتين حتى يجمعنا مع اخواننا ويعرفنا على الخليج كلنا، نكون يد واحدة ونكون نعرف شنو الحمام، ونستفسر من زيادة شلون السباقات، ونحاول ندمج بعضنا بيد وحدة، ونتمنى يكون سباقات بيننا وبين الخليج، يكون سباق واحد يسميه سباق الخليج، ويكون سباق شبه الدولي أو شبه ليو ناشلون يعني. أي نعم، والصراحة يعني عندنا نقاط ما شاء الله متطورة في السعودية وفي الكويت وفي البحرين وفي الإمارات، وهذا دليل أن الخليج يد وحدة، والخليج كلهم اخوان، وحنا نتمنى ان بناء على سباقات الزاجل ان نطوره احنا المتسابقين ويا الاعضاء ويا رئيس الانديه. ونشكر اخونا عبد الله ابو محمد النشار على دعوته لنا وحضورنا في هذا الحفل الكريم، الحفل الضخم اللي يشرفنا الصراحه وجودنا فيه في منطقه الرياض السعوديه، منطقه الرياض خاصه، واحنا متسابقين من دوله الكويت، وكل ابونا اخوان ويد وحده، والحمد لله. يعني نشوف ان الخليج ناس متطورين في سباقات الحمام الزاجل، وهم السباق هم اللي دائما سابقين في الامور هذه، والحمد لله. يعني نشكركم جميعا، ونشكر
إذاعتكم اللي هي قناة الساحل الصراحة على إضافتي لهذا الموضوع، وأشكركم جميعا. معي أيضا الأستاذ علي الدهوم رئيس النادي الرئيس الفخري للنادي الأولمبي الكويتي، حياك الله. حيا الله يحييك، وحبيت أقول حق الهواة السعوديين ألف مبروك على هذا الحفل اللي جمع جميع أعضاء ورؤساء الأندية، وبخصوص أن حضورنا هنا حضور مع فرحة مع أخواننا السعوديين لتطوير هذه الهواية، ونثبت حق الجميع أن حنا أخوان من أول، وإن شاء الله سنبقى أخوان إن شاء الله، وإن شاء الله الأجيال اللي بعدنا إن شاء الله تكون دائما متواصلة مع أخوانها السعوديين. ونحب نبارك على رئاسة الأخ أبو محمد الإشهار، وكل عام وانتم بخير. الله يسلمك. معي أيضا الأستاذ بدر الأدلة من دولة الكويت، حياك الله. الله حييك وسلمك، واشكركم على استضافتنا في المملكة العربية السعودية وهذا الحفل السنوي، الحفل السنوي جدا رائع، والله يعطيكم العافية. ونتمنى كل سنة هذا الحفل في أي دولة من الخليج للتعرف على الهواة وازدهار الهواة عندنا. أما نتكلم عن نقطة الكويت، فأنا صاحب نقطة الكويت، وأشكر أخواني من المملكة العربية السعودية مشاركتهم في هذه النقطة، وأتمنى تطوير الهواة من ناحية النقاط ومن ناحية السباقات في الهواة الزاجل. والله يعطيكم العافية ووفقكم، ومشكورين على الحفل الطيب، وهذا أقل شيء قدمته لنا، ومشكورين، وبيض الله وجهكم ما قصرت. ومعي أيضا الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن العنزي رئيس مركز الرياض لسباقات الحمام الزاج، الله يحييك أبو وائل. يا مرحبا الله يحييك. الحفل والحضور الحقيقة اللي جاء من مختلف مناطق الخليج الحقيقة، وما شاء الله يعني أثبت المحبة فيما بينكم أبناء هذا الوطن. الحمد لله، احنا طبعا هواية الحمام الزاجل هواية عالمية ومنتشرة في جميع دول الخليج والعالم العربي كلها، ما هو بالخليج بس، في الدول العربية والعالم، وهواية محببة، رياضة جدا ممتعة، لها أنظمة ولها تنظيم جدا مميز، لا داخليا ولا خارجيا حقيقة، في مشاركات للأبطال المملكة العربية السعودية خارج المملكة في مختلف مناطق العالم، في جنوب أفريقيا، في تايوان، في برضو في هولندا، في عدة دول حقيقة شاركوا. آخر ما كان مشاركة لهم كانت في عمان، حصدوا تقريبا 50% من الجوائز السعوديين، المشاركة السعودية. نعم، في جدا في تميز جدا من الهواة السعودية، الهواة السعوديين لسباقات الحمام الزاجل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم ولاة الأمر ورئيس الهيئة العامة لرياضة الشباب معالي المستشار تركي آل الشيخ، ونائب رئيس الهيئة الأمير تركي عبد العزيز بن تركي الفيصل الله يحفظه، كلهم ما هم قصرين حقيقة، دعمهم وتشجيعهم لجميع الرياضات ومن ضمنها رياضة سباق الحمام الزاجل. نشكر جميع من حضر وساهم معنا في إقامة هالحفل، شكر جزيل. أتمنى إن شاء الله أن تتكرر الاحتفالات، إن شاء الله نشوف برنامج هالموسم إن شاء الله لسباقات الحمام الزاجل، برنامج مميز جدا إن شاء الله، أتمنى التوفيق للعموم. شكرا لقناة الساحة وكل من حضر. ومعي أيضا الأستاذ سلمان العميري بطل المملكة للمسافات الطويلة ورئيس مركز الدمام للحمام الزاجل وعضو اللجنة، الله يحييه. الله يطول لي عمرك ويسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة اليوم أنا سعيد وفخور في هذا اللقاء والاحتفال اللي جمع نخبة من مربي حمام الزاجل، أخواننا وشقانا من دول الخليج شرفونا في هذا الحضور، وهذا إن شاء الله أنها يعني طابع راح يعطينا دفعة الموسم المقبل، إن شاء الله يكون موسم مليء بالإثارة، مليء بالتنافس الشريف، والله يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله.